فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من حافظ على الوضوء كلما أحدث هل يكون مبتدعا؟ إذا أراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ، أما في غير إرادة الصلاة فيستحب أن يكون الإنسان المسلم على طهارة، يستحب أن يكون على طهارة، استحباب ما هو واجب. الواجب إذا أراد الصلاة أو أراد مس المصحف فإنه يتوضأ، أما في غير ذلك يستحب للإنسان أنه يتوضأ ليكون على طهارة، خصوصا عند النوم إذا أراد أن ينام على طهارة، شيء طيب هذا. نعم.